من هو رياض محرز؟ رياض كريم محرز هو لاعب كرة قدم جزائري يلعب لنادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر لكرة القدم كلاعب وسط. سبق له أن لعب في كأس العالم 2014 مع منتخب بلاده، ينتسب إلى قبائل بني سنوس بولاية تلمسان في غرب الجزائر. في جونفي 2016 ذكر أن قيمة انتقاله قد ارتفعت من 4.5 مليون باوند إلى 30.1 مليون باوند، ليصنف بين 50 لاعبا الأكثر قيمة في أوروبا، ثم ارتفع في سنة 2017 لتصل قيمته السوقية إلى 68 مليون يورو، ليحتل المرتبة 17 حسب تصنيف مرصد كرة القدم. في 31 ماي 2014 خاض محرز أول مباراة دولية له مع ثعالب الصحراء تحت قيادة المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش، حيث بدأ كأساسي في المباراة الاستعدادية لكأس العالم أمام أرمينيا، وتم استدعاؤه بعدها للالتحاق بالتشكيلة النهائية التي ستشارك في البطولة يوم 2 جانفي. فاز رياض محرز مع ناديه ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2015-2016 تحت قيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، كما تحصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لسنة 2016، وفاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي سنة 2016 من طرف البي بي سي، واحتل المرتبة 7 لجائزة الكرة الذهبية من نفس العام، وفاز كذلك بجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2016 من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاكاف. اختير أفضل شخصية رياضية في إنجلترا من طرف مجلس العموم لسنة 2016. ولد رياض محرز في ضاحية سارسيل في فرنسا في 21 من فيفري سنة 1991. طوله 1.78 متر سنتيمترا، وزنه 63 كيلوغرام. بدأ رياض محرز، والده أحمد جزائري إلكتروني من بلدية بني سنوس في ولاية تلمسان، والدته حليمة مديرة ومدبرة منزل في عيادة، فرنسية من أصول جزائرية ومغربية. نشأ وترعرع في منطقة سارسيل في باريس، حيث بدأ في نادي جمعية الصداقة والرياضة لسارسيل في ممارسة كرة القدم. بدأ محرز في نادي سارسيل بين سن 12 و16 سنة كمهاجم يمكنه اللعب أيضا في وسط ميدان. تمكن من تعويض تأخره المورفولوجي وافتقاره إلى السرعة من خلال اتباعه أسلوب جيد. إنه يعرف بالفعل كيفية تحمل المسؤولية من خلال امتلاكه الجرأة وقوة الشخصية. في سنة 2009 نادى نادي كومبيريوس الذي يلعب في البطولة الوطنية الفرنسية لكرة القدم، حيث كان يتلقى 700 أورو شهريا. بقي هناك موسم واحد حيث لعب 27 مباراة وسجل هدفين. وفي صيف 2010 لاقبته عن كثب عدة أندية مثل باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، لكن اللاعب فضل الانضمام إلى نادي لوهافر الذي يلعب في دوري الدرجة الفرنسية الثانية. في يناير 2014 غادر للعب في إنجلترا ووقع لصالح ليستر سيتي المنتمي لدوري البطولة الإنجليزية المستوى الثاني. في 6 أشهر الأولى له في إنجلترا لعب 19 مباراة في الدوري وسجل 3 أهداف وفاز بالبطولة مع الثعالب ليستر سيتي. اكتشف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم التالي وشارك في المحافظة على النادي من خلال مشاركته في 30 مباراة، وهو مسجل ل4 أهداف بما في ذلك هدف الفوز ضد هال سيتي وهدفي المباراة ضد ساوثامبتون. في سنة 2015-2016 كانت انطلاقته الحقيقية، حيث بدأ بتسجيل 4 أهداف في 3 مباريات متتالية ضد كل من ساندرلاند، ويست هام، وتوتنهام في 19 من سبتمبر. قام بتقليص النتيجة بركلة جزاء ضد ستوك سيتي قبل أن يمرر تمريرات حاسمة لهدف التعادل لجيمي فاردي. في 17 من أوت 2016 مدد عقده حتى يونيو 2020 مع ليستر سيتي. في يوم 13 من أوت 2016 سجل محرز أول هدف له في موسم 2016-2017 في أولى مباريات ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد هال سيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 47، إلا أن هدفه
إلا أن هدفه لم يجنب ليستر سيتي الخسارة بنتيجة 2-1. في الثاني من جونفي 2017 حصل رياض محرز على جائزة أفضل لاعب إفريقي للعام 2016 من بي بي سي، تقديرا لمشاركته في نجاح ليستر الفائز بالدوري الممتاز 2015-2016. صرح اللاعب الدولي الجزائري الذي يحتل المركز السابع في بطولة كرة القدم الفرنسية أنه لاعب كبير مهم للغاية للاعبين الأفارقة أن أتوج بهذا اللقب، أنا سعيد للغاية وفخور. بعد إلحاح كبير عليه من طرف المدرب الإسباني بيب غوارديولا، انتقل رياض محرز إلى السيتيزن صيف 2018، حيث جعل منه أغلى لاعب في تاريخ نادي مانشستر سيتي بقيمة قدرت ب60 مليون باوند، أي ما يقارب 68 مليون يورو. كذلك بهذه الصفقة أصبح رياض محرز صاحب أغلى صفقة انتقال لأي لاعب عربي في التاريخ. خاض رياض محرز أول لقاء رسمي له مع مانشستر سيتي بمناسبة نهائي الدرع الخيرية ضد نادي تشيلسي بملعب ويمبلي الشهير يوم 5 أوت 2018، والذي انتهى بتفوق رفقاء رياض محرز بهدفين دون رد من تسجيل زميله أغويرو. وشارك رياض محرز في الدقيقة الثامنة والستون، أين ترك مكانه لجابرييل خيسوس. أول ظهور لمحرز بقميص سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز كان ضد أرسنال بملعب الإمارات، المباراة التي شارك فيها أساسيا على الجهة اليمنى من هجوم السيتي، وفاز بها رفقة ناديه بنتيجة هدفين دون رد من إمضاء الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج وبرناردو سيلفا. وهذه أمامنا إحصائيات المسيرة الدولية للمخضرم رياض محرز.